عارف ليه ما قدرت افتح الباب وفوت؟ تطورات الحلقة الجاية. عمري فكرت انه ممكن تتركني. تركته. ليش؟ ما بعرف شو السبب. لا تربح عيلتها. الله رجعي. السادة ما بيعطيها سكبرة ابدا. بس اللي ما عملت له حساب. هي هي كل شيء بحياتي عزيز. كل شيء. انت غلطان. وبتوعدني نطوي هالصفحة نهائيا؟ بوعد. ليش لحتى اكون انا كبشي كده؟ جد. احداث وتطورات كثيرة. جد. ترقبوا بلو يوميا 9:15 طيلة شهر رمضان المبارك على الام تي في. خمس مشاكل حل واحد. شامبو الفيف لمعالجة التلف لإلي أفضل عناية بالشعر. 70 سنة بخدمة الاقتصاد. بونك ماد، نحسب لبعيد.